بلقاء اهل الخليل والسموع على ملعب الحسين بن علي، والانطلاق الان لمصلحه فريق الظهريه. يا سلام المرور والعرضيه خطيره، جول 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 جول، هدف اول ظهراوي. نعم هدف اول للظهريه في هذه المباراه عن طريق محمد فودي، عن طريق محمد فودي بعد لعبه ثلاثيه جميله. ايضا هاني ابو بلال مر بطريقه جميله، عرض الرؤيه يسجل اول اهداف في المباراه. شوف هاني يا ولد، مره تقدم ولعب العرضيه، ربما هدف ظهيريه، والكره تعود مره اخرى ملعوبه للامام، طويله راسيه من البطاطا. يسجل عن طريق خضر جمال، شوف تركها مصعب، خضر وضعها وبالتالي نعم جول في هذه الاثناء. سوء تفاهم كبير واستغلال امثل.